معقول حضرت هالعوامة أو للقناة من الخبز البايت وبدون عجينة وبعشر دقايق طلعوا مقرمشين وذهبيين وشكلهم دور وحلو وما رح يفقعوا فيكم وكمان حشيتهم جبنة. أول إشي استخدمت 6 أرغفة من الخبز اللبناني اللي حجمه صغير، أخذته وقطعته وحطيته محضرة الطعام حتى أفرمه بسرعة. بعد هيك ضفت عليه كوبايتين من الحليب المغلي، معلقة كبيرة من الفانيلا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. عجنتهم شوي بالمعلقة، بعدين غلفتهم وتركتهم يرتاحوا 5 دقايق. بعدين بإيدي عجنتهم ورح تتحول معاكم لعجينة ملسي وطرية خلال دقايق. كورت جزء منهم على شكل كرات صغيرة والجزء الثاني حشيته بالجبنة الكريمية. بعد ما شكلت كل الكمية حطيت زيت على النار، والزيت لازم يكون عندي حامي والحرارة أكيد بدها تكون وسط. قليتهم كلياتهم، ما رح تسدوا قدي بسرعة رح يتقلوا رح ياخدوا لون ذهبي بجنن. حطيتهم بالقطر، والقطر طبعا بده يكون عندي بارد، وضفت عليه شوية ماء زهر وشوية هيل وشوية قرفة. ما رح تصدقوا قد الوصفة خرافية ولذيذة ومقرمشة واللي طعمهم جبنة، هدول كتير حبيناهم. جربوها وادعوا لي.